الاجواء ديال العيد غادا كل عام كل عواش هذا واش فهمتيني، اقبال كاين على الناس ديال الحوايج كله على الدراري الصغار واش فهمتيني، اي حاجه على الاقبال في العيد العواش راه غادا واش على حسب اثمنه وداك الشيء فهمتي، كل عام كتزاد اثمنه على بحال السبديله دابا مابقاش الثمن ديالها كما كان لك العام، ديما البياسه دابا في بلاصتك تبقى تزاد فيها 10 دراهم 15 درهم 20 درهم، كتمشي البياس للدراري الصغار ثاني كتلقاه غلا، كتجي تسول ثاني كتجي تشوف بلاصتك وتلقى ثاني تزاد واش فهمتيني، ودابا الكليان كتجي كتعطي بياس العام اللي فات كان كياخذها بحال هكا دابا ب 1000 ريال ولا 50 درهم واش فهمتيني، دابا كتقارب 60 درهم 70 درهم كتسحب بحال انت كتزيد عليه واش انت ما كتزيد عليه ما والو، الاثمنه راه ما عندهم هما اللي زايدين واش فهمتي اخويا، اش غنقول لك هو اش المبادئ الله يدخلها عنا بالصحه والسلامه وعلى المغاربه كاملين بالهنا والتيسير، الله يعفو عنا والله يسهل عنا، هادشي اللي غنقوله.